قوية لا تهتز أبدا. يمكن حاجة تهزها هزة كده هنا، لكن تظل قوية تستعيد على طول لياقتها وقوتها وتسيب أيضا حضرتها وعليها دائما في قص من كل جرام دار الأمن اللي جنبه هناك. كلنا في مسلك واحد أو مسلك واحد قدر ما يرضى بقدر خدمتنا لهذا الشعب الطيب الجميل. هنا في رفقة السيد الوزير أسامة الدين إمام محافظ القطرلية والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية عاصم بن حمزة والقيادات كلها لنبارك ونقدم التهنئة للأخ مكاريوس ولنبين للمجتمع كله أن الدين مهما اختلفت الشرعة أو الشريعة أو المنهاج فكل الأديان من قبل مصدر واحد من قبل الله عز وجل تأمر أتباعها تأمر شعوبها بالحب والأخوة والتسامح كما نحن نبين اليوم للأمم كلها. لهذا هذه المناسبات تأتي لتبين مدى ارتباط وتعانق الأديان كلها مع بعضها البعض لنعلم جميعاً أننا تحت سماء واحدة وفوق أرض واحدة هي أشرف أراضي الله في الكون كله الكنانة مصر التي تجمعنا جميعاً على قلب رجل واحد. نسأل الله أن يوفق